قدست البابا. يعني أنا في هذه الاحتفالية كان هناك حديث لفضيلة شيخ الأزهر عن فكرة طرحت في يعني بلدان أخرى في يعني فترة قريبة جدا جدا عما يسمى الدين الإبراهيمي، وتبينت أنه طبعا هو رافض لهذه الفكرة، وهو يقول دائما أنه حرية الاختيار بالنسبة للإنسان في الدين ده شيء جميل جدا جدا، وفكرة ذوبان الفروق بين الأديان يعني فكرة يعني يمكن تبقى صعبة في كثير من الأحيان. يعني هو ضد هذه الفكرة الجديدة التي تجمع بين الدين المسيحي، الدين اليهودي، الدين الإسلامي في بوتقة واحدة ونسميها الدين الإبراهيمي، كما لو كنا نخترع دينا جديدا. نخترع أي نخترع دي لا تطلق على الدين أبدا. طبعا الفكرة مرفوضة تماما يعني وغير مقبولة. ده أنا عايز أقول لك إن في أفكار سبقت الفكرة دي، يعني في فكرة طلعت في العالم بتقول الأديان كالألوان، بمعنى اختاري اللون اللي أنت عايزاه، أنت اخترتي النهاردة اللون ده، بكرة اللون ده، بعده اللون ده، أنت حر. الأديان كالألوان لا يجوز طبعا، شيء يعني لا يتناسب مع فكرة الدين. والدين ده مكنون في عمق الإنسان. طب إيه الدين الإبراهيمي ده؟ هو اللي فكروا فيه، فكروا إن الديانات اللي احنا بنسميها الديانات السماوية، اليهودية، المسيحية، الإسلام، بحسب التاريخ يعني، إن منشأها إبراهيم أبو الآباء. فقالوا طب يلا بينا نرجع لإبراهيم أبو الآباء، فأي حاجة تختلف في كل الأديان الثلاثة يشيلها تحذف ويبتدي يعمل فكر جديد. طبعا فكر غير مقبول في الشرق. عايز أقول لحضرتك الغربيين بيفكروا بطريقة مختلفة تماما عن تفكيرنا الشرقي، لكن هذه الفكرة قدمت في واقعنا الشرقي. طبعا هي لم تقدم لأوروبا ولا لأمريكا، هي قدمت في منطقة عربية. بيفكروا لنا واخد بالك؟ يعني مش الأفكار تطلع من مكانها، ده هنا مهد الأديان. صحيح، الشرق الأوسط ده مهد الأديان. فبيفكرهم بعالم بصورة أخرى طبعا غير مقبولة تماما. وده تفكير سياسي. أيوة، وتفكير الهدف منه يكسر الدين. ثوابت الدين دي، أي دين، الثوابت هي اللي بتحفظ كيان الإنسان. الكيان طبعاً، الهوية بتاعته. فده شيء مرفوض طبعا، بينادوا بيه ويحطوا له نظريات ويحطوا له أشكال وألوان. عايز أقول لحضرتك هنا حاجة مهمة قوي، العالم عبارة عن شرق وغرب. الشرق بنعتبره قلب العالم، القلب ده اللي طلع الفلسفات والأديان والفنون والتأمل في الطبيعة. أيوه، طلع كله في الشرق. الغرب بنعتبره عقل العالم اللي طلع الاختراعات والاكتشافات والنظريات والعلوم. عشان كده بنقول على الشرق معبد كبير والغرب معمل كبير. جميل التعبير. فكأن العالم كله عبارة عن معبد قدام معمل. الفكرة اللي بيقول دي طلعت من معمل، لا تجد مكانا في وسط المعبد. صحيح، يعني الحقيقة هي منذ قيلت لم تجد أي رد فعل من أي حد خالص. وزي ما حضرتك بتقول إنه إنها فكرة يعني سياسية التوجه أكتر منها أي طبعاً شيء تاني. طبعاً 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 طبعاً. وقيمة الدين، إحنا الشرقيين الدين له إحساس. في أماكن كتيرة في الغرب ودون تحديد يعني أحيانا الإحساس ده يكون راح. فأنا فاكر مرة لما زارنا الرئيس ماكرون هنا في الكاتدرائية، وإحنا داخلين الكاتدرائية كنيسة هنا سان مارك، فسألني سؤال غريب قوي على الباب، قال لي ليه الكنب ده كله؟ ما الكنيسة كانت فاضية فباين الكنب كله. فبيقول لي ليه الكنب ده كله؟ قلت له عشان الناس تيجي تقعد. قالوا دي بتتملى؟ قلت له بتتملى والناس بتقعد بره.
كاتدرائية العاصمة أكبر منها. أيوة. عشان استيعاب الناس. فبقى مذهول من الإجابة، مع أن بالنسبة لنا ده شيء طبيعي. ففكرة الدين إحنا الشرقيين لها عمق ولها بعد ولها أصالة ولها ارتباط ولها إحساس عند الإنسان. والإنسان اللي يبعد عن الدين أو الدين يجف في قلبه يشعر إن في فراغ جواه.